نروح مع حضراتكم لمغامر فرنسي اسمه ناثان بولين، حصل على او حطم الرقم القياسي في المشي على الحبل. المغامر ده قدر انه يمشي على حبل متعلق على ارتفاع 100 متر وطوله 2200 متر في منطقة مونت سان ميشيل، والناس استغربت جدا من جرأته في تنفيذ هذه التجربة رغم خطورتها الكبيرة، لكنه قال انه الهواية دي بتحسسه انه في كامل حريته. مغامر فرنسي اسمه ناثان بولين قدر يحطم الرقم القياسي العالمي في المشي على أطول خط مرتفع. المغامرة دي عبارة عن السير على حبل معلق بطول 2200 متر في منطقة مون سان ميشيل، ودي واحدة من مواقع التراث العالمي لليونسكو في فرنسا. ووثق بولين التجربة الخطيرة بمقطع فيديو حصل من خلاله على إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي وصفوا تجربته بالجريئة. حتى إنه بعد ما خلص التجربة قال إنه كان في قمة سعادته، وإنه في كل مرة بينفذ فيها مغامرة جديدة بيحس وقتها إنه في قمة حريته. وبدأت رحلة بولين على ارتفاع حوالي 100 متر، واستمرت ساعتين على طول الحبل المشدود اللي كان عرضه 2 سنتيمتر. ناثان بولين سبق وظهر اسمه في عناوين الصحف سنة 2017 لما برضه مشي مسافة 2198 قدم على حبل مشدود متعلق بين ساحة تروكاديرو في باريس وبرج إيفل. وفي شهر 5 اللي فات حاول بولين إنه يغامر بالمشي على حبل مشدود لأكثر من 2 كيلومتر، والحبل كان معلق ما بين رافعة والدير الشهير في جزيرة سان ميشيل. وقتها بولين ما كملش الطريق لأسباب كانت متعلقة بالسلامة.